نكمل على نوكيا مثلا، احط التليفونات متطورة، مثلا اكتب اي 61، اي 61 او اي ثلاث، عندنا اي 61 واي 63، ومثلا اكتب 6300. اوكي كذي احنا خلصنا من الهواتف. الحين ابي ادرج فيديو، نقدر ندرج فيديو بالتابلت العادي، مثلا ابي ادرج فيديو عن جالاكسي، ادش اليوتيوب. اكتب باليوتيوب جالاكسي، جالاكسي نوت 7 مثلا، او انا حاطه عن الاس 7 جالاكسي مثلا جالاكسي اس 7، في فيديو عن الجالاكسي اس 7 مثلا، هذا ب3 دقايق قصير، ادش عليه واسوي كوبي للرابط، ادش لبريزي، اروح لبريزي الحين وادرج من انسيرت يوتيوب فيديو، اسوي بيست على الرابط، انسيرت، نزل الفيديو عندنا. الحين اصغر حجم الفيديو وأحطه ضمن الجالاكسي، أستقره، أوكي، وأحطه هني. الحين هذه هي شكل الصفحة، بشوف إذا بنزيد شيء، مثلا بحط هايلايت عند الجالاكسي. بحط هايلايت عند الابل، هايلايت بعد انسرت هايلايت، او اقدر احط درو لاين مثلا هني عند التكنولوجي، مثل ما انتم شايفين اقدر احط كذا شيء، وفي بعد اقدر اخلي الخط ضعيف واقدر اخليه امتن، اسوي عليه ديليت، اقدر اخلي بعد درو ارو، اقدر اعرض هذا الشكل، احط السهم كذي، لا اقدر مثلا احط ديليت، مثلا اسوي على التكنولوجي، اربط بين التكنولوجي سهم من الدرو ارو للتكنولوجي، واقدر احط بعد واحد ثاني غيره، اقدر اغير الالوان، احط اللون الاحمر مثل ما انتم شايفين، اقدر اسوي بعد واحد ثاني واطلعه على النوكيا واغير لونه، احط اللون الاحمر. بس انا نقدر نسوي يعني برنامج وكل شيء فيه، كل شيء متوفر فيه. الحين أنا بمسحها مثلا وبشوف برتب طريقة العرض، أخلي أول شيء بهالطريقة، بعدين أبي أسوي edit path حق التكنولوجي، أول شيء هني، بعدين أبي أسوي حق التكنولوجي add to path، حطه مني، نرتب الترتيب الثاني، نروح عند التكنولوجي، بعدين عند هذه مجموعة الصور أسوي لها بعد add to path، أصعدها فوق ترتيبها وأحطها تحت التكنولوجي، بعدين راح يروح عند التكنولوجي. نسوي زوم على التكنولوجي، اسوي زوم، احطها add to path، من التكنولوجي خليه يسوي زوم على التكنولوجي، بعدين يروح عند الابل، اوكي يروح عند الابل، وابي اسوي جروب حق هذيلي الثلاثة، شوف جروب للثلاثة هذيلي، شفت وكليك اسحب، اسوي على الصور،
اوكي اخلي يعني apple add to bath apple add to bath وانزل تحت من الأبل سوي زوم بعدين يروح عند الأبل وبعدين أبي يلي عند هذه الصور ما بيسوي لي كذي لا ما بيسوي انا جروب بخلي الايفون الايفون بخليها add to bath بخلي الايفون add to bath وصعد فوق apple بعدين حق الايفون ابي يزوم لي على الصورة بسوي عليها الزوم شوية ابي اخليها add to path صورة الايفون واصعدها فوق عند الابل بعدين هم الايباد ابي add to path الايباد بعد add to bath واصعده فوق تحت الايفون واروح عند هذه الصورة واسوي لها add to bath اوكي الحين خلصنا ورتبناهم بهالطريقة الحين ننزله تحت الايباد اوكي نشوف الحين ايباد يحط لنا صورة الايباد بعدين راح يروح لنا عند الجالكسي اوكي اذا راح لنا عند الجالكسي اذا راح لنا عند الجالكسي نبي يسوي لنا كذي جروب هني جالكسي add to bath Galaxy S7 add to bath بعد Galaxy S3 نزوم ونروح عند Galaxy S3 نسوي له بعد add to bath الحين نطلع نروح على التليفون ونسوي للتليفون بعد add to bath نسوي عن حق الايمج هني نصغره شويه والحين نبي نسوي شويه زوم ان على الفيديو نسوي له بعد add to bath تحت بعضهم وخلاص الحين خلصنا من هني نبي نرجع حق النوكيا سوي له add to bath سوي جروب لهم أول شي نقرب الكلام يم الصورة وايد مخلينا بعيد احنا
نسوي الحين شيفت و كليك جروب. اوكي الحين نسوي زوم ونحط بعد هم اد تو باث ونرتب طريقة العرض. الحين نخلي هذه هي الشريحة الأولى عندنا، الحين بنشوف طريقة العرض شلون بالبريزنت. صار نزوم على التكنولوجي على الصور، زوم إن على التكنولوجي، زوم إن على الأبل، على صورة الآيفون، على صورة الآيباد. الحين راح ينتقل لنا على الجالكسي. صورة الجالكسي مثل ما انتم شايفين الفيديو مع الصورة. النوكيا يرجع على الجالكسي، ينزل لنا على الجالكسي S3 على الفيديو ويشتغل عندنا الفيديو تلقائيا. هذا هو الفيديو. الحين خلصنا من الفيديو، نبي ننهي. نطلع من الفيديو. يخلص الفيديو مرة واحدة ونطلع نعلق معنا. قاعد يعرض لنا فيديو عن سامسونج جالكسي S7 جالكسي S7. احنا الحين تعلمنا طريقة العرض، تعلمنا طريقة عرض البريزي عن طريق اليوز تابلت القالب الجاهز، وعن طريق بعد الستارت بلانك بريزي. سوينا معاكم درسين بالستارت بلانك بريزي وباليوز تابلت، وعرفنا شلون ندرج صور، عرفنا شلون نخلي الصور ضمن الفيفوريت، عرفنا شلون نسوي الصور عبر جروبات. واتمنى انكم استفدتوا من الشرح، أتمنى أنكم استفدتوا من الشرح معنا. بس ندخل على البريزي لأن طلع معنا، نسوي بريزنت مرة ثانية. إحنا وصلنا تونا عند الجالكسي، عند الفيديو. وايد حلو البرنامج، أنا الصراحة أحبه. بس جالكسي S3 الفيديو، والنوكيا راح سوى لنا عن نوكيا بعد زوم ان. وبس انتهى العرض. اتمنى انكم استفدتوا معاي بشرح برنامج البريزي، واتمنى انكم تشوفون البرنامج وتتعرفون على البرنامج وتشوفون ميزته وايد حلوة ومزايا. صدق انه ما يكتب باللغة العربية وما يدعم اللغة العربية، بس في مزايا فيه وايد اكثر من الباوربوينت. انا وايد حبيته اكثر من الباوربوينت لان طريقته وايد مبتكرة. وبعد احنا عرفنا شلون ننزل فيديو، وبعد نسيت اقول شغله، نقدر ننزل باوربوينت اذا عندكم ملف كامل باوربوينت عرض تقديمي كامل، نقدر ننزله على البريزي من انسرت باوربوينت. نقدر نطلع ملف كامل اذا عندنا من الباوربوينت اذا بنقدمه كعرض، نقدر ننزله على البريزي. وشكرا لحسن استماعكم واتمنى لكم التوفيق.